مرحبا بكم في قناة الرياضية الأولى. كان خارج الخدمة في لقاء يوم أمس، هل يعود ياسين الشماخي إلى رشدي؟ مر مهاجم النادي الإفريقي ياسين الشماخي بجانب الحدث خلال مباراة يوم أمس أمام النجم الرياضي سيحلي، ولاح بضعف بدني وذهني غير مبرر، مما دفع بالمدرب لسعد الدريدي نحو تغييره وتعويضه بزميله بليل الخفيفي الذي لم يقدم بدوره الإضافة المرجوة. الثابت والأكيد أن الشماخي يعد من ركائز نادي بيب جديد، ولا يختلف اثنين حول قيمته الفنية والكروية، إلا أن الحديث عن العروض والصفقات شتتت ذهنه، كما حاول البعض ربط اسمه بفريق الأهلي المصري، إلا أن مصادرنا الخاصة أكدت لنا عدم اهتمام الفريق المصري بخدماته. فهل يعود الشماخي سريعا إلى مردوده الاعتيادي ويواصل إسعاد جماهير الأحمر والأبيض، أم أنه سيدخل في دوامة الميركاتو وكل ما يحوم حول سوق الانتقالات الشتوية؟